السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني إعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله شباب، النهاردة هنتكلم على القصة بتاعتنا اللي هي بعنوان كفاح شعب مصر. هنتكلم مع بعض الأول فصل عندنا بعنوان حاجة اسمها وبعث من جديد. طيب بصوا شباب، كده معايا ملخص القصة بيقول لك إيه. أول حاجة، اجتمع ضباط الجيش المصري في منزل أحمد عرابي وأقسموا على الجهاد. إحنا آخر حاجة نهيناها إن كان الإنجليز موجودين داخل مصر. فاجتمع ضباط الجيش المصري في منزل أحمد عرابي وأقسموا على الجهاد لتحرير مصر من الانجليز ومما لحق به على يد خديوي توفيق. طيب الحاجه الثانيه، عرض عرابي مطالب الجيش على خديوي توفيق ولكنه رفض الاستجابه لتلك المطالب. ثلاثه، تعهد الخديوي للانجليز ان يساعدهم على دخول مصر مقابل ان يحموا عرشه، وسافر الى قصر راس التين بالاسكندريه ليكون في حمايه الاسطول الانجليزي. اربعه، دخل الانجليز الشباب مصر عن طريق ميناء الاسكندريه، ثم تقدموا الى القاهره وتسلموا القلعه من قائد حاميتها الخائن خنفس. طيب اللي بعديها شباب، جاء دور مصطفى كامل في الجهاد ضد الانجليز، فبدا جهاده بوسيلتين، هما بعث حركه الوطنيه في الداخل والدعايه للقضيه المصريه في اوروبا. وعلى فكره شباب، مصطفى كامل اصدر صحيفه اللواء، دي كانت اول صحيفه مصريه طبعا تعلم المصريين حقوقهم. وكان شعار مصطفى كامل من اهم الاسئله شباب، ان من يتسامع في حقوق بلاده ولو مره واحده يبقى ابد الدهر مزعزع العقيده. سافر مصطفى كامل لعرض القضيه المصريه في اوروبا حتى ينبه الاذهان الى حق المصريين في الحياه الكريمه. وحكم الانجليز، ولكن الفكره كلها طبعا وقعت حادثه دنشواي، اصيبت فلاحه مصريه برصاصه. طيب فطاردهم طبعا الاهالي، ولكن مات احد من الضباط بضربه شمس. واستغل مصطفى كامل هذه الحادثه وكتب مقالات في الصحف الاوروبيه بين فيها ان الانجليز يغفلون مبادئ العدل والانسانيه، مما كان له اثر في قيام بريطانيا بالقاء المسؤوليه على لورد كرومر وعزله من منصبه بعد ما قعد معانا 24 عاما. اللي جاب بعد مصطفى كامل الشهيد طبعا محمد فريد ضد الانجليز، وكان يطير الى المؤتمرات الاوروبيه، وكان ينفق من ماله الخاص على القضيه المصريه، ولكن النتيجه نفذت امواله وعاش مريضا وفقيرا حتى مات بعيدا عن دياره. طيب ليش كان ملخص القصه؟ ملخص عدد القصه، انا عندي ثلاث ابطال، احمد عرابي ومصطفى كامل ومحمد فريد. تعالوا نبص مع بعض على القصه. اول حاجه، كيف بدات الثوره العرابيه؟ قال اجتماع ضباط الجيش في منزل عرابي واقسموا على تحرير مصر. ما موقف الخديوي من مطالب عرابي؟ رفض طبعا المطالب وقال لهم لحق لكم في هذه المطالب، لقد ورثت هذه البلاد عن ابائي واجدادي. ماذا فعل عرابي بعد رفض الخديوي لمطالبه؟ قال له يا شباب، لقد خلقنا الله احرارا من اهم الجمل، ولم يخلقنا عقارا او تراثا. على ما اتفق الخديوي مع الانجليز، لو اتفق معاهم على يا شباب، اتفق معاهم على ان هم يدخلوا مصر في مقابل ان هم يحملوا العرش بتاعه. اللي بعد يا شباب، ايه النكسه الكبرى اللي حصلت؟ مع احمد عرابي الشباب راح الاسكندريه عشان يصدى الانجليز. الكارثه الكبرى اللي حصلت دخول الانجليز القاهره عن طريق العباسيه بعد ما سلم لهم القلعه حاميها خنفس الخائن. لماذا اضطر عرابي الدخول في حرب ضد الانجليز يا شباب؟ عشان انجلترا دخلت ميناء الاسكندريه بعد طبعا ما الخديوي سمح لهم لما راح قصر راس التين. طيب بص شباب، في هنا واحد اسمه مازبيرو، ده اللي كان بيسجل التاريخ، قال حاجه مهمه جدا. ما الحقيقه الواضحه التي جهلها الانجليز؟ ان هذه الامه المصريه دون سائر الامم، ده طبعا الفرقه كلها ايه؟ لا تدور طبيعيه كما تدل اثارها على البقاء والخلود. طيب يجي بعد كده شباب لدور مصطفى كامل، زي ما قلنا في الملخص بدا ان هو يجهز بواسطتين داخليا وخارجيا. داخليا كلم الصحف المصريه وكان بيلقى الخطب وانشر صحيفه اللواء. طب في الخارج كان بيعمل ايه يا شباب؟ في الخارج كان بيذهب لفرنسا لعرض القضيه المصريه. اللي بعده، طيب ايه اهداف شباب الصحيفه اللي هو عملها؟ قال لك بعث الروح الوطنيه وكشف مساوئ الاستعمار ومحاربه الياس والاستسلام. طب ايه شعار مصطفى كامل؟ من اهم الحاجات شباب، ان من يتسامع في حقوق بلاده ولو مره واحده يبقى ابد الدهر مزعزع العقيده. طيب ايه الحادث شباب اللي حصل دنشواي؟ قال لك ان بعض الضباط كانوا بيتصطوا الحمام فاصابت طلقه فلاحه مصريه فطردهم الاهالي والفلاحون. ولكن طبعا شباب الكارثه اللي حصلت ايه؟ قال لك ان طبعا مات احد الضباط بضربه شمس. وصارت الانجليز لكده وشكلوا محكمه وهميه واعدموا اربعه من الاهالي وجلد الاخرين. طيب اللي بعده شباب، سعيد مصطفى كامل كان فين دلوقتي؟ قال لك مصطفى كامل اثناء حادثه دنشواي لما حصلت انطلق مسرعا الى اوروبا لعرض القضيه المصريه. ويؤكد ان الشعب المصري شعب كريم ويحتاج الى المساواه والعدل. طب ايه اثر المقالات اللي كان بيكتبها مصطفى كامل؟ قال لك اول حاجه، نادى صحيفه التربيون بوجوب منح مصر الاستقلال. كتبت مجله المجلات مقاله بتذكر الانجليز بعدهم بالجلاء عن مصر. واخر حاجه، قامت بريطانيا بعزل لورد كرومر
بعد ما طبعا استمر حكمه 24 عام. لغايه طبعا الشهاده لما جابها كان محمد فريد وبدا يعمل ايه شهادات، بدا يعمل دول كان بيعملوا مصطفى كامل، يطير الى المؤتمرات في اوروبا لعرض القضيه المصريه، ولكن نتيجه الشهاده نفدت امواله ومات فقيرا في اوروبا. طيب ايه شباب النتيجه في الاخر اللي احنا خدناها من مصطفى كامل ومحمد فريد؟ الحاجه اللي خدناها منهم ان ده زود وعي القوم عند الشعب المصري، والاهم من كده ان الشعب اصبح دائما عنده استعداد التضحيه بنفسه من اجل الوطن. كده شباب يكون وصلنا لنهايه درسنا النهارده، لو في اي حاجه ممكن تبقى كلمني على الجروب معاهم. شكرا.